مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. المعارضة الموريتانية ومعركة المرشح الموحد أو المرشح الرئيسي، إلى أين وصلت مساعي التوافق على مرشح موحد أو مرشح رئيسي للمعارضة الموريتانية؟ لماذا التأخر كل هذا الوقت في الإعلان عن مرشح المعارضة؟ ألا يدل ذلك على عجزها عن تقديم مرشح موحد أو حتى مرشح رئيسي، وأن الفشل سيكون مصير كل محاولات التوافق توافق المعارضة في اللحظات والظروف الحاسمة؟ ما طبيعة الرسالة التي وجهتها المعارضة إلى السفارات الغربية بنواكشوط بشأن والبعمات، ولماذا وصفته الرسالة بأنه مرشح محتمل والرجل مطلوب للقضاء الموريتاني؟ معنا للحديث عن هذا الموضوع صالح الحنانة، رئيس حزب الاتحاد والتغيير حاتم والقيادي بالمنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة. سيد الرئيس، أهلا وسهلا بك. نسيت أيضا أن أذكر بأنك رئيس اللجنة المكلفة باختيار المرشح الموحد للمعارضة الموريتانية. سيد الرئيس، بداية لماذا نبدأ بقضية الرسالة ثم نعود، لماذا الرسالة التي أرسلتها المعارضة إلى السفارات الغربية تحدثت عن الضغط على الحكومة الموريتانية لإلغاء مذكرة التوقيف بشأن البعمات؟ لماذا تراسلون السفارات الغربية في موضوع داخلي وأمام القضاء الموريتاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للمرابطون على إتاحة هذه الفرصة لإنارة الرأي العام حول قضايا أساسية لا شك أنها تشكل اهتمامه الأول في هذا الوقت بالذات. بالنسبة لموضوع رسالة، هو إجراء عادي جدا. نحن في المعارضة الديمقراطية نعتبر أن النظام يلجأ عادة لاستخدام القضاء لتصفية حساباته السياسية. فملف رجل الأعمال محمد البعمات المطروح في القضاء من الواضح أنه ملف سياسي بالدرجة الأولى، والنظام استغل القضاء لتصفية حساب مع معارض سياسي. طبعا نحن كمعارضة نستقبل الترشيحات المختلفة من أجل فرز المرشح الذي ستتفق عليه وتتوافق عليه المعارضة، وفي هذا السياق الرجل اقترحته أطراف من المعارضة، أطراف من المنتدى، رشحته للرئاسيات. ظروف الحالية طبعا لا تمكنه من زيارة البلد والتواصل مع هذه الأطراف، سواء تلك التي رشحته أو تلك التي قبل أن تأخذ موقفا تحتاج لتحاور الرجل. من هذا المنطلق طالبنا الشركاء الدوليين بالتدخل لدى السلطة الموريتانية بناء على أن الموقف موقف متابعة الرجل هو موقف سياسي وليس موقف قضائي، التدخل لدى هذه الجهات لرفع مطالبتها بالرجل، خاصة أن الانتربول الدولي قبل أكثر من شهرين فيما أظن رفض المبررات التي قدمتها السلطة الموريتانية، واعتبر أن مذكرة التوقيف التي طلبتها موريتانيا غير مبررة ولا محل لها وتم إلغاؤها. وبالتالي اسمح للسيد نحن نطالب هذه الجهات، ولكن أنتم تستقون بجهات خارجية في موضوع داخلي ويخص القضاء الموريتاني، أليس هذا تصرفا؟ احنا كنا نتمنى أن يكون هناك قضاء موريتاني مستقل، لكن التجربة في كل الفترة الأخيرة خاصة فترة محمد العبد العزيز أكدت أن هذا القضاء يستخدم من طرف السلطة السياسية لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين. لا أدل على ذلك مذكرة رجل الأعمال محمد العمات ومذكرة رجل الأعمال مصطفى الإمام الشافعي، اللتين لا مبرر لهما إطلاقا، وملفاتهما خاوية من أي أمور قد تشكل موضوعا لمتابعة قضائية. طيب، هي ملفات سياسية، إذا كان النظام والنظام يستخدم القضاء لتصفية هذه الحسابات السياسية، وهو الآن يتابع مجموعة من الشيوخ على أساس أنها صوتت في مجلس الشيوخ ضد إرادته، ألم تفعلوا نفس الشيء أيضا باستعداء السفارات الغربية أو استعانة بها تغليظ الفتلة بها ضد القضاء الموريتاني؟ أليس هذا تدخلا أيضا في القضاء الموريتاني؟ هذا الموضوع لا علاقة له بالقضاء، نعتبر هذا موضوع سياسي يتعلق بالسلطة السياسية. ولكن مذكرة التوقيف صدرت عن القضاء الموريتاني عن النيابة العامة. طبعا، لأن النيابة العامة مأمورة من طرف السلطة التنفيذية، أمرتها بإصدار هذه المذكرة بملف لا يحتوي على أي محتويات تبرر الموضوع، وهذا ما جعل الانتربول الدولي يرفض المذكرة، لأن الملف ملف سياسي بالدرجة الأولى. من هذا المنطلق نحن نطالب الأطراف شركائنا الدوليين بالضغط على السلطة السياسية، وهذا لا شأن له بالسلطة القضائية، بالضغط على السلطة السياسية حتى تمكن هذا الرجل كمعارض موريتاني
من المشاركة في الاستحقاقات السياسية القادمة إن أراد ذلك. طيب، بالحديث عن أنه مرشح محتمل للرئاسية المقبلة، أنتم في لجنة اختيار مرشح موحد والمرشح الرئيسي للمعارضة، ما هي الأسماء المطروحة لديكم، وهل طرح والبعمات بشكل جدي بالفعل؟ نحن على مستوى اللجنة التي شكلتها الأحزاب الموقعة للإعلان المعروف وصلتنا ثلاثة ترشيحات. وصلنا ترشيح لرجل الأعمال محمد بن عماتو من طرف جهتين من هذه الجهات السياسية. هل يمكن أن تقول لنا هذه تفاصيل داخلية؟ لكن وصلت هذا الترشيح من جهتين، وطبعا لا ضير في ذلك، حركة التغيير ومن قطب الشخصيات المستقلة في المنتدى. هذا الترشيح يتطلب حوار مع الرجل بالتأكيد. وصلتنا ترشيحان آخرين، وصلنا ترشيح للأستاذ محفوظ البتاح رئيس حزب اللقاء، وترشيح من طرف حزبه، وترشيح للشيخ الحنن من طرف مجموعة الشيوخ المعروف. هذه الترشيحات الثلاثة من صلب المعارضة هي التي وصلتنا حتى الآن. طبعا هناك ترشيحات من خارج المعارضة تتواصل، كترشيح الوزير الأول السابق سيد محمد البكر، هذا من خارج المعارضة، لكنه يتواصل مع أطراف في المعارضة، وقد أجرى عدة اتصالات به. لكننا نحن مهتمون بالدرجة الأولى في هذه المرحلة بالترشيحات التي هي من داخل المعارضة. هذا الرجل تم ترشيحه، ونطالب بأن توفر له الفرصة كغيره من المترشحين ليتحاور مع الأطراف السياسية حتى يقنعها بترشيحه، أو ترفض ترشيحه هذا لا يهم، هذا موضوع آخر، لكن المهم أن تتوفر له الفرصة كمواطن موريتاني. طيب، له الحق الكامل في الترشح والترشيح، ويمارس هذا الحق بشكل طبيعي. طيب، ما هي آخر المعلومات بشأن اختيار المرشح الموحد؟ سمعنا قبل أيام أن المرشح الموحد قد اختير بالفعل، وأن الوزير الأول السابق سيد محمد أبو بكر قد اختير من قبل المعارضة كمرشح موحد أو مرشح رئيسي لغالبية قوى المعارضة. ثم حتى الآن سمعنا رجعنا إلى الحديث عن أنه لا تزال هناك خيارات مختلفة، وأنكم لم تحسموا بعد في الاسم الموحد. هذا الأمر حتى الآن لم يحسم نهائيا. هناك تشاور بين الأحزاب. ما الذي يؤجله يعني؟ انتخابات على الأبواب. وما الذي يعجله؟ قرب الانتخابات. نحن لسنا في عجلة من حتى الطرف الآخر المفترض أنه أكثر انضباطا وأكثر انسجاما، حتى الآن لم يعين مرشح بشكل رسمي. كل ما هنالك هو شائعات مثل ما عندنا. طيب، نحن لسنا في عجلة من أمرنا. نحن سنأخذ الوقت الكافي لإنضاج ما نحن بصدده، ولنتمكن من توحيد أكبر طيف سياسي ممكن حول المرشح الذي سنختاره بشكل رئيسي. هذا التشاور. طيب، شنو هي هذه المراحل اللي تمر بها عملية اختيار هذه باختصار شديد؟ هي أساسا تشاور. ينقصها الآن يعني هو تشاور بين الأحزاب. تشاور بين الأحزاب حول هذه الشخصية. لأين وصلتم فيها قصدي؟ هو تشاور جاري بين الأحزاب، ومن أهم ما يعرقله الآن هو مثلا هذا المرشح لم يتمكن من التواصل مع الأحزاب السياسية لأنه لا يستطيع. طيب، وإذا منعته الدولة يعني تتوقف العجلة؟ لن تتوقف أبدا. إذا ما تأكدنا من أنه سيكون ممنوع من العودة إلى الوطن، بالتأكيد خيارات أخرى مطروحة. إذا مساعي الآن متوقفة بانتظار الملف، البت في ملف البعمة. لا، التشاور قائم. التشاور قائم، وعلى بخصوص على الأقل المرشحين الذين يمكن التواصل معهم ميدانيا. طيب، مع من تواصلتم حتى الآن كأسماء بشكل محدد يعني؟ من تواصلتم معه بشكل محدد؟ التواصل مستمر مثلا مع الأستاذ محفوظ البتاح، التواصل مستمر مع رئيس مجلس الشيخ الحنن، التواصل مستمر مع سيد محمد البكر الذي طلبه هو التواصل مع أطراف المعارضة، وبالتالي نحن نبحث ونعمل من أجل ذلك. تواصلنا نحن مع شخصيات أخرى حاولنا معها أن تتقدم للترشح، مثلا الأخ مولاي العربي تواصلنا معه ولم طبعا يبدي رغبة في الترشح. تواصلنا مثلا مع الأخ وهذا حمود محمد صالح ولم يبدي إرادة في الترشح. هناك تشاور جاري يشمل سواء الأحزاب أو الشخصيات التي لها علاقة بهذه الأحزاب، وأعتقد أن خلال أسبوع اثنين إن شاء الله سيصل هذا التشاور إلى مدى، واعتقد ان ما زلنا اذا في حدود اسبوعين او اسبوع يمكن نتحدث عن اسم المرشح. اكيد ان شاء الله. طيب، اين وصلتم الان في المرحله يعني؟ انتم الان تفاضلون بين اسماء معينه طبعا. او ان الاسماء موجوده؟ لا، هي ليست مساله مفاضله، هو على المرشح ان يتواصل مع الاطراف السياسيه، لان هذه مساله توافق ليست مساله معايير ميكانيكيه. هذا توافق بين جهات سياسيه ومرشح معين. اذا ما حصل مرشح معين على موافقه او تزكيه من اغلب هذه الجهات السياسية، بس بالتأكيد سيكون صاحب الحظ الأوفر. طيب، هل وصلتكم ملاحظات وردود بشأن هذه الأسماء من قبل الأحزاب،
والقوى المشكلة للمعارضة؟ لا لا، احنا توصلنا لين تعود مرحلة النهائية، احنا الان تاركين اللجنة الان تترك تشاور للاحزاب. مرحلة مفاوضات متواصلة طيلة شهر يعني. طبعا احنا ما معجلنا شيء. او اشهر. احنا ما معجلنا شيء. احنا ما معجلنا شيء لان ذا اللي واحد فيه ظاهر انه مهم. وظاهر لنا عنه قد وصلنا التناوب سلمي حقيقي على السلطه، وقد يخلق عندنا الموريتانيين امل حقيقي، ومده واحده في مسؤوليه ذنبتها ما تعجل. قلت عنكم ما انكم عجاله، ولكن الاطراف يعني بما فيها نشطاء المعارضه يقولون يعني على الاقل مرشح النظام قد اختير بشكل محدد وتجري تعبئه له على قدم وساق، بينما أطراف المعارضة المفروض أنها قوى سياسية مختلفة لا تزال حتى الآن في مرحلة طويلة وبيروقراطية يبدو أنها ممتدة أو ستمتد إلى مراحل طويلة، وهذا ما يضيع الوقت على المعارضة في تحضير انتخابات مهمة ومفصلية. ما نعرف، أنا اللي حاصل عندي حتى الآن أن هذا اللي قالوا الموالاة ما فات على عنده مرشح رسمي. ناطق باسم الحكومة أعلن، يعني ما في شيء أكثر رسمية من الناطق باسم الحكومة، ناطق باسم الحكومة يعني باسم الحكومة قال مرشح النظام هو وزير الدفاع. يعني ما في حديث عن حفل يعني بعد ايام الحديث، لكن لا مثل هذه الشائعات. نحن الان نعتبر ان هذا المرشح حتى الان هم على الاقل حددوا مرشحهم. لا لن يحددوا في حاله برزخيه. احنا اذا عدنا نعتبرهم حزب سياسي واللي عدنا نعتبرهم جهات سياسيه، يلا تشاور وتعين مرشح. احنا اللي سمعنا ان شخص رئيس الدوله، شخص رئيس الدوله ولا هو رئيس حزب سياسي قال عنه اطلس شائعه، والله قال وحدين من خاصته انه مرشح للشخص، هذا ما هو رسمي ولا عنده اي صفه رسميه، وينقال انه مرشح وينقال عنه مرشح الوزير الاول السابق محمد رقبه. استاذ محمد المحم ليس الوزير ناطق باسم الحكومه فقط، وانما هو رئيس الحزب الحاكم. ظاهر يعني اكثر من مره حسب اللي تابعته، حسب اللي تابعته على صفحتي على الفيسبوك قال مرشح النظام بالحرف الواحد. غير انه يسول في ناطق رسمي بس الحكومه ما قال لك، قال شو قال؟ لأن كلامه هون يختلف عن كلامه كرئيس الحزب الشخصي على صفحته. قال شو آخر؟ قال هذا ما فات عاد مرشح رئيسي، ما فات عاد مرشح رسمي. الآن حتى الآن الحزب اللي مفترض أنه حزب أنه يقبل قرار ورشحات حتى الآن ما ظاهر أنه فات جمع قاع، معناها أن هذا ما فات. هذه قضية شكلية في النهاية. والله أنتم بالنسبة للحزب إذا كان مهم لا يقول محمد العزيز أنه مرشح فلان وانتهت القضية. هذه ملاحظة لديكم على المؤسسية، ولكن هذه موضوع آخر. المهم أنه في النهاية كنظام اختاروا مرشحهم، وأنتم كمعارضة حتى الآن لم تختاروا مرشحكم طيلة عدة أشهر. احنا ولا زالت العملية فيه. احنا نختلف عنهم هم مش لأن احنا ما عندنا حد كيف تقول عبد العزيز، لكن اللي يقول فرض أن السابق له هذا ما هو عندنا. ربما هذه قوة لهم. والله نقطة ضعف بالنسبة لهم. احنا بالنسبة لنا شمل الأحزاب اللي كامل عنده أراء وعنده رؤى وعنده مشاريع تشاورها يحتاج وقت، وهذا التشاور هو اللي احنا بصدده وتقدم. احنا تقدمنا فيه خطوات كبيره عكس الطرف الاخر. الطرف الاخر ما يحتاج تشاور، انتم انا اخترت كذا اللي يقوم يدفع السابور كيف يحصل، اللي هو ما خاض قاع للحزب ورشح له حد ما هو من الحزب، هذا كان عسكري ما نعرفه قاع كان له يترشح من الحزب. المشكل في الموضوع انكم انتم حددتم قلنا نحن نريد منتدى المعارضه او قوى المعارضه او تحالف المعارضه الديمقراطي سيتقدم بمرشح موحد او مرشح رئيسي، وبالتالي انتم من قلتم انكم ستقدمون مرشحا. حتى الان هذه العمليه حتى الان هذه العمليه طويله، وهنالك خشيه وتخوف، وهذا هو الاشكال من ان لا تتفقوا في النهايه، وبالتالي يضيع الوقت عليكم وعلى المعارضه في تحضير الموضوع، وفي النهايه كل يرشح. انا اطمئن الراي العام من خلالكم على الاقل الان في مرشح. اطمئن الراي العام من خلالكم استاذ بيرامو ولداه العبيد، وطمن الرأي العام من خلالكم في أكثر مرشح من ضيفتكم. أطمن الرأي العام من خلالكم لأن هذا اللي قالوا الأحزاب الرئيسية تتشاور ومتأكدة لأنها الدور توصل لشيء فيه معظم هذه الأحزاب الرئيسية، معناها أحزاب المنتدى الرئيسية وتكتل القوى الديمقراطية. هذا التشاور سيعطي نتيجة. لا أستطيع أن أجزم أن أي مرشح سيكون مرشح جامع للناس كامل، لكنه سيكون هو المرشح الرئيسي اللي معه الكتلة الرئيسية من المعارضة. طيب، من الطبيعي ان تخرج ترشيحات اخرى واحنا ما نقف وجوه نعتبرها قاعده تخدم حتى العمليه، لكن ذا اللي قال المنتدى وان شاء الله مع تكتل القوى الديمقراطيه حريصين يعود اللقاء وحزب اللقاء حريصين يعود عندنا مرشح رئيسي هو اللي تلتف حوله جسم المعارضه الرئيسي. طيب، داخل قد ترشيحات اخرى طبعا هذا الحق كل رجاش واحنا ما نقدر نمنعه، لغير ملي سنعمل ان ذيك الترشيحات الثانويه ان يتم استيعابها داخل منظومتنا الجامعه في الشوط الثاني ان شاء الله.
طيب هنالك حديث عن بالنسبة للأسماء المرشحين التي طرحت حتى الآن، أو من قيل إنهم هم الأبرز حظا والأوفر حظا عفوا في الفوز في ترشيح المعارضة، مثل الوزير الأول السابق سيد محمد البكر وحتى الأستاذ الشيخ الحنان، قال إنه هؤلاء في النهاية لا ينتمون لجسم المعارضة التاريخي على الأقل. وهنالك وجهت لكم اتهامات بأن النظام المعارضة في النهاية بعد 20 عاما من النضال وجدت نفسها في متحف للأنظمة السابقة تستخرج الصور والأسماء منه، مع احترامنا للأسماء التي ذكرت. شفت هي المعارضة ما هي وثيقة طالع رجاج من خلاكته عليلة، معارضة موقف من نظام. جميل، قلت موقف. موقف من نظام، هذا الموقف يقد يحصل من اليوم، يقد يحصل من قبل سنة، يقد يحصل من 10 سنوات، ويقدموا له يعود اليوم كان من متطرفين المعارضة ويصبح أن الصبح متطرفين الموالاة. طيب لا عادي جدا، اسمح لي أن أقاطعك، يعني لدي فاصل ثم أعود لهذا السؤال. طيب يعني. مشاهدينا الكرام، تبقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الحديث مع الاستاذ صالح الحنان رئيس حزب حاتم حول المرشح الموحد او الرئيسي للمعارضه. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد مع رئيس حزب حاتم صالح الحنان رئيس لجنه اختيار المرشح الموحد او المرشح الرئيسي لقوى المعارضه. سيد الرئيس، كنت سالتك قبل الفاصل عن الاسباب التي حدثت بالمعارضه لاختيار شخصيات او تقديم شخصيات من خارج صف المعارضه. شفت هون لابد من توضيح. المعارضه ما هي طابع يندار على الرقاش يحكم عليه انه حياته كامله معارض ولا موالي. معارضه موقف وبرنامج ورؤيه. احنا لاحظ مثلا ان كل الناس اللي ما شاء الله التحقت بالموالات ولا ما هي شوي جايه من المعارضه يمدح عنها طابع المعارضه بالعجل. بالعكس سيارته صحيح. مثلا احنا عندنا شيء من الناس في مراحل معينه يلتحق بالموالات يصبح ما شاء الله من اكثر الموالين وكانه ما قط عارض اصلا. مثلا الوزير الاول السابق ولاد محمد رضا هذا كان مناضل بالتكتل، كان ناشط في حزب التكتل الى 2006، لكن عندما التحق بالانقلابيين اصبح كانه لم يعارض. فلهذا طبيعي جدا احنا الان اي حد جاء من الطرف الاخر نعتبروه غير موقفه من النظام واصبح جزء من المعارضه بحكم المبادئ اللي يبدا ينادي بها. ثانيا نحن في المعارضه اول شيء بدانا به سابق الحديث عن الاشخاص هو اعداد الخطوط العريضه للبرنامج الانتخابي اللي يمثل رؤيتنا. هذا البرنامج الانتخابي هو اللي يمثل رؤية المعارضة وموقف المعارضة ورؤية المعارضة. حد تبناه بالنسبة لنا معارض كانوا جاي من موالاة حديثة عهد بها، كانوا له عنها سنتين ولا لا، كانوا له عنها 10 سنوات، كانوا ما قطعت فيها، هذا مو مهم. احنا بالنسبة لنا هو عاد واحد من المعارضة بحكم تبنيه لهذا البرنامج، تبنيه لهذه الرؤية. طيب واي حد مفتوحه قدامه. لكن من ضمن الشخصيات التي ذكرت وذكرت اسماء
من لم يعرف عنهم أو يسمع عنهم مواقف معلنة على الأقل بشأن معارضة الأنظمة، سواء الأنظمة السابقة أو النظام الحالي. هل هو الاشخاص على كل حال كل واحد عنده رؤيته، فيه اشخاص عرفتهم الدول الموريتانيه كتكنوقراط؟ لا، هي الملاحظات ليست موجهه للاشخاص، موجهه اليكم انتم، لماذا اخترتم معك هذه الخيارات؟ في اشخاص معروفين بتاريخهم مثلا هم تكنوقراطيين، خدموا في الدوله الموريتانيه بوقت المراحل كتكنوقراطيين، ولم يمارسوا السياسه بشكل معين، هذا حق طبيعي. واحيانا في بعض المراحل يكون اللجوء لهؤلاء التكنوقراط مخرج من الدخول في الصراعات والحساسيات السياسيه الموجوده. لماذا ترجعون الى هذه الاسماء؟ هي لمن لديكم المساله ليست اسباب تتعلق بالخوف من أبداً. عدم توافق المعارضه على شخصيات ليست منها. مساله لجوء، نحن قررنا بعد تفكير عميق وبعد تشاور عميق اعلن رؤساء الاحزاب الاساسيه في المعارضه في هذه المرحله بالذات اللي البلد على ابواب امل تغيير، نحن نختار ما نعود يكون جزء منه. قررنا ان نضحوا بمصالح احزابنا ونضحوا بطموحات افرادنا من اجل ان نوصلوا لشيء جامع ياسر موريتاني وقاعد يحصلها من التغيير. اذا هذا يخرج هي الاسماء، تضحيه، هي ليست عجز. اذا هذه التضحيه تخرج الاسماء التي ذكرت كخيارات طرحت، يعني منها رئيس حزب اللقاء الديمقراطي وغيره، يعني لا هي ربما البعمات نفسه. هذا الموقف، موقف المنتدى، هذا الموقف، موقف المنتدى اساسا كقوه سياسيه، كقوه سياسيه، وناقشوا وقرروا بوعي لان نحن حفاظا على المصلحه الوطنيه وتجسيدا لاحياء للامل في التغيير اللي عند ياسر الموريتانيين، واللي يعتبروا انه كان دائما العقبه هي خلافات المعارضه، ان اليوم قررنا ان نضحوا بمصالحنا احزابنا الضيقه ونضحوا بشخصياتنا الوازنه اللي معروف وزنها موريتاني، يعني نوصلوا لحد من خارجها يقد يضمن ان الناس كامله تمشي بلد بدون ما تعرفهم حساسيه الحزب. طيب ضد حزب عليك ولا شخص ضد شخص، ما يطرح احنا نعتبرها تضحيه، هي ما يعز. احنا ما فينا احد من رؤساء الاحزاب ما هو كفيل بيعود رئيس موريتانيا ورئيس دول اخرى معه، يا غير احنا ضحينا بهذا من اجل مصلحه ظاهر لنا على ان يا الله في ذا الوقت بالذات نسعى لها، اللي هي مصلحه بناء امل حقيقي في التغيير من خلال جمع اكبر كتله معينه وراء مرشح معين يلتزم بذاك البرنامج اللي بالنسبة لنا احنا هو برنامج التغيير الحقيقي، ويسوى من حمله، هذا هو البرنامج التغيير الحقيقي، واللي لن يحمله ما هو مهم ملزم به وإن شاء الله يوفق به. سأطرح عليك ما طرح بشأن المقترحات. قيل إن هنالك أطراف في المنتدى، منها مثلا ذكر بهذا السياق حزب تواصل وغيره من القوى، يدفع باتجاه ترشيح السيد محمد والبوبكر، فيما تعترض على ذلك مجموعات من أحزاب المنتدى وأحزاب المعارضة. ما حقيقة هذا الأمر؟ حتى الآن أنا ما حاصل عندي فهم يتزري، ما ظهر لأنه خالي فهم نقاش، وهذا النقاش لا يشمل. إذا سيد محمد البكر لم يقدمه حزب التواصل؟ لا لا لا، كمقترح. سيد محمد البكر الوزير السابق قدم نفسه كمرشح واتصل بأطراف أحزاب المعارضة، كل واحد على حدة، كأحزاب اتصل بالتواصل، كما اتصل بنافع حاتم، كما اتصل باتحاد التقدم، واتصل بتكتل القوى الديمقراطيه وحزب المستقبل، اتصل بكل هذه الاطراف وطلب منها ان تدعمه في الترشح. بالتالي حتى الان ما في واحد من الاحزاب اخذ التزاما للوزير الاول السابق سيد محمد بكر بالدعم. استمعت له هذه الاحزاب وهي في دوائرها الخاصه ستقيم ترشيحه مع الترشيحات الاخرى. طيب وانتم كلجنه؟ لا هذا الموضوع تقييم احزاب ليس تقييم لجنه، هنا الموقف موقف احزاب، اللجنه ما تقدر تقبل موقف على الاحزاب كيف تعرف. ولكن تاخذ موقف اولي ثم تعرضه على الاحزاب، لجنه خيار. اللجنه تقدم الخيارات اللي عندها والاتصالات تطلبها من الاحزاب، لين تفوت الاحزاب تبلور من خلال النقاشات البينيه فيها كتنظيمات سياسيه، لكن اللي توصل للاحزاب بخصوص الشخص هذا في الحقيقه ما قد يتوصل له ما هو الاحزاب. اذا حتى نفهم هذه النقطه، يعني اذا فرضيه تقييم ابو بكر وانه الاوفر وحضان وانه سيكون مرشح الموحد المعارضه فعلا، حتى الان هذا الامر لم يحصل منه شيء. حتى الان ما فيه مرشح اوفر حظ، والله واحد اقل حظ هو خالد. لماذا انت قلت لي من خلال المعايير التي طرحتها اخرجنا مجموعه من الاسماء، قلت لن يكون هنالك مرشح، نحن في المنتدى تفاهمنا وهي القوى الاكبر من حيث العدد في تعارف قوى المعارضة لأن نرشح من داخلنا أو من قياداتنا كأحزاب، على الأقل هذا ما فهمته منك. طبعاً. إذن هذا يخرج مجموعة من الخيارات، إذن يعني أن الخيارات في هذا السياق هي من خارج قيادات المعارضة الآن. إذن بقي سيد محمد أبو بكر وبقي الشيخ الحنان،
والأخ الأخ محفوظ البتاح لأنه ليس من المنتدى، هذا الموقف خاص بالمنتدى. طيب موقف ترشيح رؤساء الأحزاب. إذن الخيارات الآن هي سيد محمد أبو بكر، محفوظ البتاح، محفوظ البتاح، الشيخ والحنن، وقد تظهر أسماء أخرى. إحنا ما لنا في عجلة من أمرنا، قد تظهر أسماء أخرى. طيب ما لنا في عجلة من أمرنا، أي أسماء أخرى ظهرت أيضا ستكون الساحة مفتوحة قدامها لتعرض نفسها على الساحة. إذا من يقول من أن بأن أبو بكر هو الأوفر حظا، قراءته قد لا تكون خاطئة بالنظر إلى أن القوى الأبرز في المنتدى هي التي أو الشرط الذي طرحته القوى الأبرز في المنتدى ينطبق عليه أكثر من غيره من المرشحين. بالتأكيد أن تنطبق عليه بعض الشروط كما تنطبق على آخرين، هذه مسألة تقييمية وغير موضوعية، لا يمكن بالنسبة لهذه المعايير وبالنسبة لهذه الشروط، هذه مسائل تقييمية لا يمكن أن تكون ميكانيكية، لأن تقييمها يختلف من شخص إلى شخص، من حزب إلى حزب. بالتالي لا شك أن الوزير الأول لماذا لماذا تحديدا سيد محمد أبو بكر من بين الأسماء المطروحة؟ لماذا؟ ما هي المعايير التي على أساسها مثلا أنتم كلجنة ناقشتم الأستاذ سيد محمد أبو بكر؟ لا نحن كلجنة لم نناقش هذا الموضوع حتى الآن، نحن كلجنة كان نقاشنا محصورا. أنتم قابلتم الرجل؟ لا ليس كلجنة، كلجنة كشخص. نحن نقاشنا في اللجنة أنتم محصور. كلجنة لم تقابلوا المرشح؟ لا نحن كلجنة لم نقابل أي مرشح، نحن كلجنة ناقشنا موضوع الترشيحات من داخل المعارضة ولم نناقش موضوع الترشيحات من خارج المعارضة حتى تكون الأمور واضحة. هناك ترشيح مثلا الوزير الأول سبحان أبو بكر، هذا ترشيح من خارج المعارضة التقليدية. هو لم يتصل لم تناقش اللجنة قضية ترشيحه، هو اتصل بالأحزاب مباشرة ونحن ننتظر موقف هذه الأحزاب من ترشيح الرجل. طبعا هذه الأحزاب الدور تبلغنا موقفه من ترشيحه عندها. إذن أنتم كلجنة اختيار لم تقابلوا الرجل ولم تقابلوا غيره من المرشحين من خارج المعارضة؟ هذه ما هي مسؤوليتنا، هذه ما هي مسؤوليتنا. احنا مسؤوليتنا نقبض من الاحزاب رايها في الموضوع. اذا شفنا انه في اختلافات قادين نعملوا على اذلالها، واذا عاد قاع ما في اختلافات وجاتنا مواقف الاحزاب مستجمه نخرجوه. بالتالي نحن ما عندنا السلطه اللي نفرضوا بها الاحزاب مرشح معين. دور اللجنه بهذا المعنى هو دور اداري، يعني دور اداري فني بحت. طبعا دور فني بحت، لان الاحزاب معروف تسيير امور الاحزاب هذا. اذا ملف المرشح الموحد المعارضه حقيقه تسيره الاحزاب وليس هذه؟ طبعا هذا تسير الاحزاب، اللجنه تسير ملف اساسا البرنامج الانتخاب، وهذا فعلا تم اعداده بشكل نهائي وهو الان بصدد وضع الملاحظات الاخيره عليه وتاكيد. طيب انتم كحزب كرئيس حزب حاتم قابلتم الرجل؟ نعم. يعني هل يمكن ان تكشف لنا ابرز ما دار بينكم في هذا اللقاء، وما هو رايك الشخصي بالرجل؟ لا انا حتى لا يمكن اعطي راي حول الشخص، لاني انا قابلته بوصف رئيس حزب سياسي معين. هذا الحزب هو من سأقدم له هذه الملاحظات وعليه أن يتخذ موقفه. هذا الموقف الذي ستتخذه إن شاء الله أعدكم بأنني مستعد حينها. طيب أنتم كحزب حاتم ما هي رؤيتكم للمرشحين، يعني الأسماء التي طرحت حتى الآن؟ حتى الآن لا يمكن أن نعطي موقف، لأن احنا ملزمين في المنتدى ونسعى في المعارضة أن ما نعطي مواقف منفردة، أن نسعى إلى أن نوصل موقف جماعي موحد، ذا هو اللي سعينا له، هو اللي التزمنا به. طيب وبالتالي لا يمكن أن نخرج. ما دامت الصورة بهذا الشكل من التشتت وعدم الوصول الى مرحله، لا ما هو ما في تشتت، هو في سعي. يعني ذلك ان التخوف والشكوك التي طرحت بشان عجز المعارضه في النهايه عن تتوصل الى اتفاق مشترك، هذه الشكوك مطروحه لا ومضرعة. هذه الشكوك ان شاء الله سيتم التغلب عليها والمعارضه ان شاء الله دور توصل لمرشح رئيسي جامع اغلبيتها. قد تحصل امور اخرى، ترشيحات اخرى لا مانع، لكن الجسم الرئيسي للمعارضه ان شاء الله سيكون له مرشح رئيسي وسيلتف حوله وسيمثل أمل حقيقي للتغيير في الانتخابات القادمة. صالح الحنان رئيس حزب الاتحاد والتغيير حاتم ورئيس اللجنة المكلفة بالمرشح الموحد أو الرئيسي لتحالف قوى المعارضة، شكرا جزيلا لك على المشاركة في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام أنقل إليكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة من المشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.